السلام عليكم ورحمة الله صديقات وأصدقاء قناة تفرح بنت محمد. اليوم اللي نقدم لكم كتف مبخر ومحمر مرافق لواحد لا غارنيتور لي شامبينيون نوار ولي شامبينيون العاديين والفيرميسيل. كتجي رائعة تبارك الله ما شاء الله وراقية. نخليكم مع المراحل وتفاصيل الوصفه. ولا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا جيم وبارطاجيو وابوني فو سور ما شين. ميرسي. هوني بكم ومرحبتي بكم عند تفرح بنت محمد. دانا الكتف ديالنا هو هذا. انا مزينتهم بهاوك ديال لي بالمي كيكونوا واجدين قلب هذوك قلب النخيل موجودين عن في الاسواق. وهون عدلت فيهم داك الجزر اللي مخلل عدلته ذاك النهار والرابط تجبره في اسفل صندوق الوصف. وشربلتهم في الهريسه وفي شويه ديال الكمون شويه ديال الملح. هاي بطاطا قطعتها عشوائيه وشرملتها درت لها شرموله ديال الحوت ودرتها الين طابت. وهذه سلطه بالفول حتى هي بنفس الطريقه اللي عدلت بها البطاطا. وهذا هو الفيرميسيل. وهنا طرحت معها لي بات مشكل شويه على شكل حيوانات ديناصورات لا تحفيزا للتركه باش ياكلوا. وني بكم ومرحبا بكم. خير عليكم طفيلات شطاري فيكم متلباس الحمد لله. مرحبا بكم في قناتي. اليوم راح نقدم لكم كتف مفور مبخر ومحمر في الفران. الطريقه بسيطه جدا. بالنسبه لطريقه دهن الكتف سمحوا لينا هون دهنت ونسيت لينا دهنت واحد الحاجه اللي خاصنا نصور خاصنا الزبده. وبالنسبه للتوابل بزار من بزار خرقوم كركم سكنجبير ملح والزيت الحار والزبده. انا كان عندي مزبده عدلت به دهنتها صافي. كان قبلوا الكتف ديالنا ونحاول نقطعوا هذا البلد هذه اللي كراع باش ندهنوها في كسكاس. ندهنوها بالزبده وهذا القوام اللي قلت لكم ونثقبوه شوي من الجهتين من تحت ومن الفوق باش تدخلوا الطعمه وتدخلوا هذا. وعندنا هون عودان ديال المعدنوس اللي نفرشهم له نفرشهم له في الكسكاس ونديرو طيب ونرجع لكم نعاد لكم داك اللي هنا نقدم معاه. هاني طرحته في الكسكاس وخليه يطيب ساعة تقريبا ساعة قبل ربع. نعود نغطيه ونعود نرجع. بالنسبة لغارنيتور ولا الصوص اللي نحطو مع الكتف المحمر اللي نوجدو اليوم اللي خصنا الفطر الاسود اللي رقدناه في الملحامي 15 دقيقه تقريبا. ومن فم قطعناه قطع صغير صفيناه وقطعناه قطع صغير. قزبور المعدنوس. بالنسبه للتوابل اختياريه بزار ملح سكنجبير والسودانيه اليابسه فلفل اسود الفلفل الاحمر الحار المجفف. عندنا هون البصله مشلظه وحمرناها شوي من الزيت والملح والابزار. وعندنا هون لي شامبينيون العاديين محمر مصوطين في الزبده والملح والابزار وسكنجبير. وعندنا الفيرميسيل الشعريه الصينيه اللي رقدناها في الماء والملح وورقه سيدنا موسى. وعندنا شي من المرق اللي بصلنا الكتف في كسكاس. بالنسبه لهذا المرق ممكن نحتفظوا به ونعوضوه نعوضوه بلد مكعبات ديال اللحم. هاد المكعبات اللي كنسمو بهم مار ونسمو بهم مسائل انا كنختار مسائل طبيعيه عن المكعبات ما صحيه. انا غنشحر هادشي كامل في المقله ولين يطيب ويوجد ولا نقطر عليه قطرات من صوص الصويا. ونعاود لكم الطريقه من هذا. اذا عدلنا المرق ديالنا اللي قلعناه من الكسكاس المرق ديال الكتف بهنا معاه هاك التوابل نزيد شويه ديال القزبر المعدنوس خليهم يتشحروا مزيان ونرجع لكم.
نسيت ما قلت لكم واحد كتشاره صغيره ديال الزبده كنديروها معها حتى هي. باه نزيدو غراك هاك البصله اللي مشحر عندي ونضيف هما لي شامبينيون هاي لا غارنيتور كتجي زينه ما شاء الله وراقيه نتمنىكم تجربوها تجي مع المشويات كتجي معاها زدنا هنا الكاترون الاسود نخليهم يتشحروا مزيان ونزيدو في الاخر نزيدو هذا نزيدو فيرميسيل شعيه سنه نعاودو نتشحرو مزيان لهنا نزيد لها فيرميسيل ونحركها هي لا غارنيتور ديالي ديالي ديك اليوم مع اللحم يدين تشحر مزيان ولا نزيد لها شويه من قطرات صوص صويا عاد منين نطفى عليها عاد منين نطفى عليها اذا عاقب منين وجدت لنا هاي لا غارنيتور اللي هنا نقدموا مع اللحم دين نقطر عليها قطرات من صوص صويا صافي عن صوص صويا فيها نسمه رائعه علي نحركها ونخليها تبرد